السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا أول منا نعمل مراجعة للرياضيات. أول إشي نبلش طرح عدد مكون من آحاد وعشرات. مثال مثلا 85 ناقص 63. هون يا أول عنا آحاد وعشرات، آحاد وعشرات بنقص الآحاد مع الآحاد والعشرات مع العشرات. 5 ناقص 3 2، 8 ناقص 6 2، الجواب 22. نحل كمان مسألة 97 ناقص 63. 97 ناقص 63 بنقص الآحاد مع الآحاد والعشرات مع العشرات. 7 ناقص 3 4، 9 ناقص 6 3، الجواب 34. كمان مسألة 68 ناقص 34، بنقص حكينا الآحاد مع الآحاد والعشرات مع العشرات. 8 ناقص 4 4، 6 ناقص 3 3، الجواب 43. هذا يا عفوا الجواب 34. 68 ناقص 34، الجواب 34. طبعا عندنا يا أول هذا الجمع الأفقي. نيجي للجمع، هلا نيجي يا أول للطرح العمودي. 17 ناقص 9، بحط 9 بعقلي وبعد لل 17. 9 10 11 12 13 14 15 16 17، كم الجواب؟ الجواب 8. نيجي كمان مسألة 15 ناقص 5، بعد من 5 لل 15. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، الجواب كام؟ 10. نحل كمان مسألة 16 ناقص 8. إذا بحط يا أول بعقلي 8 وبعد لل 16. 8 9 10 11 12 13 14 15 16، كم الجواب؟ الجواب 8. إذا يا أول حكينا بحط مثلا عندنا 17 ناقص 9، بحط 9 بعقلي وبعد لل 17. 15 ناقص 5، بحط 5 بعقلي وبعد لل 15. 16 ناقص 8، بحط 8 بعقلي وبعد لل 16. هلا نيجي أول الراجع الجمل المفتوحة. عندنا مربع فاضي ناقص 4 يساوي 4. باجي أول دائما لما يكون في عندنا ناقص المربع بالأول فاضي بجمع العددين هدول. ناقص والمربع بالأول فاضي بجمع 4 زائد 4 8. طبعا الجمع يا أول انتبهوا، بحط الكبير بعقلي والصغير على أصبعي، يعني هون بحط 4 بعقلي و4 على أصابعي. إذا ناقص المربع بالأول بجمع. نحل كمان مسألة مربع فاضي ناقص 6 يساوي 3. أن هاي في مربع فاضي أول ناقص 6، بجمع 6 زائد 3، بحط 6 بعقلي و3 دائما الزائد، بحط الكبير بعقلي والصغير على أصابعي، الزائد بحط الكبير بعقلي والصغير على أصابعي. 6 زائد 3 9. نحل كمان مسألة أخيرة مربع فاضي ناقص 2 يساوي 5. حكينا أول ناقص المربع بالأول بجمع، ناقص والمربع بالأول بجمع، بجمع 5 زائد 2 7. إذا ناقص يا أول والمربع بالأول بجمع العددين اللي جنب بعض.